في تمام الساعة 7 في قصف منطقة النادي خدمات جباليا. طبعا أنا إلي بن عم متواجد في بيت مستأجر عند عائلة قفة، فتم نسف البيت بالكامل مع البيوت المجاورة كاملة، وهذه البيوت يسكنها عائلات مدنية، عائلات بريئة، عائلات ليس لها أي ذنب، تقتل بدم بارد وهي نائمة في بيوتها. هذول ناس أو دول لا ترحم، لا ترحم لا طفل ولا شيخ ولا امرأة ولا أي مدني ولا أي إنسان يسكن في بيته وهو نائم.